الجير بامب، اكسترنال جير بامب. هلا بنشوف ليش بنسمي شيء اكسترنال وشيء انترنال جير بامب. عندي تو جيرز، الاسنان هاي لازم تعمل مشينج مع بعض، عملية المشينج. هلا لاحظوا حتى بعملية المشينج هاي قد ما يكون ما بصير يكون الفراغ بينهم زيرو، راح ينهروا دول بالاخر، بالاخر راح يصير في هاي احد مشاكلنا في الجيرز، لازم يكون في عندي مسافة بينهم، ولذلك في باكلاش حتى بيكون مرات، في شوية باكلاش، والجيرز هذول ما راح يسكروا على بعض بالضبط، لأنه المشكلة على فكرة الجيرز وهم بيتحركوا عم بيعملوا سلايدنج على بعض. هاي عملية السلايدنج راح تعمل فريكشن، راح يصير في دامج بالاخر هون. فمشكلتي أنا هون مثلا إذا بتشوف هلا خلينا نطلع أول شيء نشوف، لاحظوا شغلتين على هدول، لاحظوا هذا الشافت إيش في عليه هون؟ في هذا المستطيل، بس هذا الشافت ما عليه هذا المستطيل، إيش اسمه هذا المستطيل؟ كي. كي، أحسنت تمام. إذا هذا الكي، هي عندي كي سيت أو السيت في هون حطيناه، ليش حطينا كي هون؟ في درايفنج، في شيء عم بيعمل درايفنج، أوكي؟ فهذا دريفن أو هذا دريفن باي برايم موفر أوتسايد، وهو بيعمل مشينج مع الجير هذا، وهذا مش دريفن، هذا ايدلينج، يعني بنسميها مرات ايدلينج او دريفن باي ذيس وان. هاي اول شغله. ثاني شغله بتطلع على اتجاه الدوران تبعهم، هلا لاحظ اتجاه الدوران تبعهم هيك، بالوهله الاولى ايش انت بتفكر؟ هلا هم بيمشوا هيك الاثنين، واحد بيمشي كلوك وايز واحد كاونتر كلوك وايز وهيك، بتفكر انه اتجاه الفلويد فلو وين؟ هيك بتصير تفكر مش هيك؟ طول ما هيهم عم بيتحركوا هيك، بس هم قديش الليكويد اللي بحشروه نظريا بين الاسنان؟ لما هدول الاسنان متماثلين تقريبا تماما، شيء قليل جدا، قليل جدا. طب كيف راح يصير فلو؟ مش راح يصير فلو من هون لهون، لانه اصلا هو بحشر كميه بسيطه جدا. وين الفلو راح يصير؟ وين الحشر راح يصير؟ هلا هي اول مثلا اول سبب من اسباب اللوس في الفوليومتريك افشنسي، في عندي شوي هون راح يصير، يعني هذا ما راح يكون 100% زيرو، فهرجع شوي من الفلو كمان. حتى هون انا مش عم بستفيد من كل التيس بنفس اللحظه، اذا بتطلع قديش انا حاشر من التيس بلحظه معينه، حاشر بس هدول، وهدول مش محشورين. يعني هلا راح يصير راح ينزل هذا من هون، هي في فلويد جاي من هون، هدول هدول لما عمالهم بيبعدوا ايش عم بيعملوا؟ عم بيعملوا فاكيوم، لانهم بيبعدوا عن بعض بكبروا مساحتهم، فبصير البريشر هون اعلى من البريشر هون، فبدخل الفلويد. وين بنحشر الفلويد؟ في المربعات او الاماكن هاي اللي موجوده هون، فعمالي بحشر كميه محدده من الفلويد وبسحبها معي، بسحبها معي، بسحبها معي لحد ما اوصل من هون. طبعا بيرتفع البريشر هون لاني عم بضغطه، فبيطلع البريشر من هون وبعمل ديسبليسمنت لكميه محدده من الفلويد. لو كان هذا جير واحد ما بينفع، ما بيشتغل. لو كان جير واحد راح ياخذ مساحه ويرجع بدالها، ياخذ مساحه ويرجع بدالها. الفكره الذكيه هون انه احنا استعملنا تو جيرز، فالجيرز الاثنين وهم راجعين عم بيسكروا على بعض، بس هم طالعين كل واحد منهم عم بيحمل كميه معينه، وطبعا لازم يتحركوا عكس بعض، اذا واحد كلوك وايز واحد كاونتر كلوك وايز من هون. فهذه فكره الجير بامب. هلا انا بتوقع في مشاكل بالافشنسي هون طبعا. الافشنسي مش الفوليومتريك، هلا انا بحكي عن الافشنسي، بحكي عن الافشنسي الورك يعني الباور، لانه عندي رح يكون في فريكشن هون مثلا، من مشاكل الفريكشن. وبعدين الصوت، انا ما بعرف الصوت شو صوتها هاي، شو الصوت اللي رح يطلع هاي البامب لما يكون عندي معدن عماله بحك على معدن. اوكي، هاي كمان شغله ثانيه. هذا بنسميه الكيسنج، الكيسنج يعني الشيء اللي بيحتوي هذا، هذا اسمها الكيسنج هون. فعندي بين الجيرز والكيسنج عم بنحشر الكميه هاي والكميه. هل بقدر احسب الفوليومتريك افشنسي، او على الاقل مش الفوليومتريك افشنسي، احسب نظريا قديش لازم ينقل هذا؟ كم مساحه المستطيل هذا؟ تمام، اذا بدي المساحه هاي حتى نبسط رح اعتبره انا مستطيل، ما رح اعتبره انه ترابيزويد، حتى نبسط الامور شوي، رح نعتبره انه هذا، فرح اعتبر انه عندي دائره داخليه ودائره خارجيه، او هو حتى ممكن يضل ترابيزويد مش مشكله، عندي دائرتين، عندي دائره رح اسميها دايمتر اوتر ودايمتر انر، وراح اعتبر ان هدول المساحات متساويه، فهاي الزاويه مساويه لهي الزاويه من هون، فهذا راح نعتبره دي انر، وهذا راح اعتبره دي اوتر، والطول هذا راح نعتبره ال، الدبث هون راح نعتبره ال. هلا ناخذ لوحده من هدول قديش الفوليوم اللي هي بتحشره بدورة، طبعا انا عم بفترض هون انه كلهم شغالين. اوكي؟
فعليا انا في الواقع لو طلعت مظبوط يمكن ما يكونش عندي شغال غير هاي الكميه، يعني حوالي ثلثين اللي فعليا عمال بنشتغل، نحسب هذول نشوف. اذا في لفه واحده راح يكون عندي مساحه الدائره الكبيره ناقص مساحه الدائره الصغيره مضروبه في الف، فالدائره الكبيره راح تكون دي اوتر تربيع في باي على 4 ناقص باي على 4 في دي انر تربيع، يعني اعطاني الفرق بين المساحتين من هون، بس انا مش كلهم عمالي باخذ واحده، فهذه هون نص وهاي مضروبه في بس انا عندي جير هون وعندي جير هون، ايش بقدر ارجع اضرب مره ثانيه؟ اثنين بتشطب معي، واضح ليش اثنين واثنين؟ كويس انك تحط اثنين واثنين، لانه الاثنين الاولى بتوضح لي انه انا اخذت نص التيث، واثنين الثاني بتوضح لي انه عندي هذا وهذا من هون، هاي راح تساوي كيو بير ريفولوشن بير 1 ريفولوشن، اذا بدي اطلع كيو الكليه ايش لازم اضرب؟ بدي اضرب كيو بير ريفولوشن في عدد الدورات بالثانية أو عدد الدورات بالدقيقة، خلينا نقول مثلا RPS، RPS إيش وحدتها لازم تكون؟ revolutions per second، revolutions per second، فراح تعطيني N revolutions per second، هاي بتعطيني الفلو، والفلو راح يطلع وحدته هون cubic meters per second. إذا كانت طبعا RPM بدك تحولها تقسم هذا الرقم على 60، يعني إذا بدك مكانك تحط هون RPM على 60 RPM على 60 راح تتحول ترجع كيوبيك مترز بير سكند، هاي الثيوريتيكال، البراكتيكال بدك تقيسها من ناحيه واقعيه، ممكن تبدا تحسن على الثيوريتيكال انك تعتبر قديش عدد الاسنان اللي باخذهم من هون، لانه راح يصير هلا حتى هون راح يصير في عندي يمكن ليكج كمان، ما راح يكون هلا هذا انا ما بعرف كيف، طيب الجير هو معدن وكمان بده يصير على معدن ويصير في فيسكوستي بينهم ولا في سيل كمان هون؟ ايش في على وجه المعدن؟ ما بعرف انا بعرف هل هو معدن، هو معدن على معدن مشكلة يمكن ما في سلان يكون معدن على معدن ممكن، وممكن تلاقي انت على طرف المعدن في مثلا مادة بلاستيكية نوع من البوليمر او تفلون، مادة التفلون تسكر الهاي، بس كمان لما تصير احتكاك بينها وبين هاي انا ما بعرف، ما بعرفش ممكن يكون معدن او ممكن يكون، اذا هاي عندي البوليمتريك الزيت ممكن الزيت نفسه هو، ولذلك الزيت نفسه راح يهرب راح يضيع البوليمتريك افشنسي، اذا الزيت نفسه هو بده يعمل لوبريكيشن ما بين الاسنان والكيسنج راح يضيع، هاي اول انواع الجيرز اللي هي الانترنال جير بامب، اوكي وقف الان.